أبواق أردوغان لا يستحون من نشر الأكاذيب ثم يصدقونها من كثرة ترديدها. هذه المشاهد الحية لميناء الجزائر نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية أمام العالم لتنفي الأكاذيب التي نشرتها وزارة الدفاع التركية عبر موقعها الرسمي، حيث ذكرت أن فرقاطات بحرية تركية توقفت في الميناء الجزائري. هل تأتي تلك التحركات البحرية ضمن مخطط العثماني رجب طيب أردوغان الاستعماري لإرسال قوات عثمانية إلى أرض ليبيا وبقاء القوات التركية هناك لمدة عام قابلة للتمديد بعد التحالف الشيطاني مع حكومة فايز السراج الخائنة لإرادة الليبيين؟ إعلان وزارة الدفاع التركية أثار تساؤلات عدة بالنظر إلى توقيته، حيث يتزامن مع إعلان أنقرة استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا، وبعد أيام من زيارة أردوغان إلى تونس وإعلانه توصله لاتفاق مع التونسيين على دعم ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس. تونس لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف أو في أي استفاف على وجه الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة الوطنية. ادعاءات وأكاذيب نفتها الرئاسة التونسية، كما أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية نفيها وجود أي فرقاطات للبحرية التركية بالميناء الجزائري. نظام عثماني يعيش على الأكاذيب. إذن ما غرض العثمانيين الجدد من نشر مثل هذه الشائعات المغرضة في هذا التوقيت؟ هل تدخل في سياق الحرب النفسية لبث الفرقة والشك بين الأشقاء العرب في الشمال الإفريقي لاحتلال الأراضي الليبية؟